يعني الحمد لله على كل حال حققنا الفوز اليوم، فرحنا الجمهور تاعنا، يعني كنا قد مسؤوليه. لونترينر كابيتان تاعنا قال لنا لازم نربحوا الماتش هذا، الحمد لله. يعني بريمير ميتون عندنا 10 دقائق الاولى يعني واجهنا شويه صعوبات، فذاك هو ماشي ناس ما حتى نقراو الخصم، يعني الحمد لله. هذه جراء سما اخر حصه تدريبيه دربنا على التسديد كيما هذا اكسيون اثناء التدريب، نفس ممثله سما اللقطه تاع الهدف بعد، والحمد لله. يعني نشكر المدربين على هذا التدريبات. راهم الجوار اليوم داروا بوم ماتش وفرحونا واحد الفرحه والله جامي فرحناها عندنا صافي لونطو. نساونا حتى في الجزائر، نساونا حتى في كوب دافريك تاع الجزائر، والله يعطيهم الصحه. وش راح نقول لكم؟ يعطيكم الصحه انتم هذاني كاعلاميين، ونطلبوا من مناصرين اتحاد الشاويه رانا ولينا بقوه باذن الله. عاودوا رجعوا الصحه من والي ولايتهم البواقي يعاوننا، المير رئيس بلديه يعاوننا حتى هو ربي يبارك فيها خويا، يعطيه الصحه المناصرين والاداره اللي راهي حاكمه اتحاد الشاويه هذا العام. وبإذن الله بإذن الله رانا طالعين وناش سامحين بإذن الله، هذا العام عامنا. الأنصار مشكورين على العودة هذه القوية لملعب زلدان حسونة، ونشكروا ثاني السلطات المحلية، ونشكروا ثاني رئيس الفريق اللي راهو لم أبناء الفريق اللي كانوا محقورين أمثال حملاوي ويوسف خوجة إلياس اللي راهو هداف الفريق، وراهم يلعبوا بكل تما كيما نقولوا احنا بالدرجه حراره وقوه، وراهم مشكورين. والانصار تاعنا راهم رجعوا بقوه، ونتمنوا ما تبقاش في ماتش وزوز، نحبوهم ديما ديما استاد معمر. مشكورين الطاقم الفني، مشكور الاداره كامله تاع اتحاد الشاويه، على نشكروا الانصار، نشكرهم كامل على العوده القويه هذه تحت شعار واللي استاد الشاويه تحتاجك. رانا متفائلين خير كامل اليوم يعني والله الحمد لله البليزير كبير، البليزير كبير هو كي تشوف لي سيبورتار كيما ونتمنوا هذا لي سيبورتار زعما يحترف في اخر خونا تكون كيما هكا الفرحين في ليله يكرش خاوتنا في فكرون، يعني ربي يبارك ما شاء الله. ولايه معروفه، ولايه الرابعه يعني يعرفوها الجزائر كامله تعرفها. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.